شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق لا سيما في جنان وطوباس. وأعلنت كتائب القسام في جنان أن مسلحيها خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية فجر اليوم في غرب جنان. وأظهر مقطع فيديو فلسطينيين يطلقون النار تجاه القوات الإسرائيلية خلال انسحابها من بلدة كفر دان غرب جنان وفي طوباس جنوب شرقي جنان. اندلعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحام مخيم الفارعة. قالت مصادر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا في الضفة الغربية حتى هذه الساعة.